الوغ ماشي فينيز مي بين المدينة، بناية تقريبا وسط، ماشي تقريبا راه في وسط الماء. كي تكراو تقريب الساعة هاهي from one hour up to أستا. الوغ هنايا صليدة صابير داس هنا غران تيبورون هذا الاحمر، هذا اللي هنا هو هذا 35 يورو ل 20 دقيقة. لا بيرسون سي 150 يورو فوا اون اون اور دو بيرسون 160. اون بليس دو يبغى عنده الحبة موجودة وبغى يحرق مع راسو. هذا لو ستيل الاسيوي. واحد السيد دار في الفيس واحد السؤال، وصراحة استفزني. ماشي كأنا فلان، لا فلان إكس مع الناس، هضر على المتقاعدين بواحد الطريقة تهكمية، وصراحة ما عجبنيش الحال، ودفاعا عن المتقاعدين باعتباري أنا واحد منهم، وأنني ماشي تمت إحالتي على التقاعد، لا أنا اخترت التقاعد، يعني ما يسمى بالتقاعد النسبي، يعني ما بغيش نكمل صافي. الله يجعل البركة. ظروف ديال العمل، مردودية اللي حسيت بان ما غنعطيش داك الشيء اللي على عين، على حسب القناعات ديالي، قلت انا نخرج حالي افضل. باقي الحمد لله في كامل الصحة والعافية، القدرات العقلية. جوابا على هذاك السيد اللي كيقول اشنو الحوايج اللي ما قدرتش نديرهم وانا خدام دابا كنديرهم، كنخرج في الوقت اللي بغيت، كنسافر فين ما بغيت، كنهضر على حدود امكانيات متوسطه، بمعنى ان في عوض ما نتعيب على المتقاعد شنو غيدير، حتى في بعض الاحيان ملي كيبغيو يكرموا شي واحد شنو كيجيبوا له؟ كيجيبوا له مصحف وسجاده وتسابيح، قمة الكلاخ. علاش كتفترضوا هذاك السيد ما كيعرفش يصلي، ما عندوش السجادة، ما عمرو قرا القرآن، ما شنو كتبغي تقول؟ كريلو اسيدي في واحد الكروازير شي واحد سيمانة ولا جوج، إلا كنتو فريمون كابابل وباغين هذاك السيد كتعطيوه الاعتبار ولا برعوه، ماشي ضحك عليه بسجادة مع احترامي طبعا للجانب الديني، راه ما كندخلش في هاد المسائل. جوابا دائما على هذاك السيد اللي طرح سؤال، الكتب اللي ما قدرتش نقراهم وانا خدام، دابا كل مره كنهز كتاب وكنستحلاه ونبدا نقرا حتى ما كتكون عندي القناه، حتى كنعيب. والنوم ما بقاش عندي مرتبط بالساعة، لا حتى يجيني النعاس، حتى كيبغي زعما كنستحلى داك النعاس كترخى، ماشي لا خصني نمشي للفراش لان غدا خدام. شنو اخر؟ كنوض حتى كنشبع نعاس كما كيقولوا، حتى كنخمر داكور. الاصدقاء الجلسات ما كيبقاش عندي داك الارتباط بالساعة، لا خصني نوض لأن غدا خدام، أو شي حاجة مرتبطة بالخدمة خصني نوجد، أو الحمد لله خدمنا ما فيه الكفاية، وما توفي. نزيد نكمل. إذا هنا
صراحة سبق لي جيت بين المدينة، ولكن بقيت غير في لازون الفوق، ما هبطش لهاد الجهة ديال لا مارينا. ما بيهاش عايشة فين ما مشيت، الأغلبية كنسمع الأنجليزية، كنسمع الهولندية، وشي لغة سيرمون غتكون دوك لي بيي نورديك. يعني السياحة بمعنى الكلمة. نرجع لصاحبنا. الهوايات ديال سويلا، المهم اصدقاء ديالي بعث عليهم شويه شراهم، خليهم عليك انا ترتار ما سدي سعيد سدي حسن. غنصيفط لك ميساج. هذاك السيد سي صديق ديالنا، انا اتصلت به وتفاهمنا على كل شيء صافي. ماشي غير دابا كنقدر ندير داكشي اللي كنت كنحلم نديرو ما قادش، لان ظروف العمل، الاسره، الحمد لله كبرنا وليداتنا، قريناهم، مرتاحين. دابا كنستمتع بالابناء ديالي ديال بصح، لان قبل كانوا فحال نوع من دائما لا ريسبونسابيلتي، باقي صغار خصك تحضيهم، خصك تشوفوا عاود هاد الجهه هادي هادشي صافي ها الله يجعل البركه. بولتا الكوتشي اييه بينوتشو حتى نقربوا باش ديك الساعه نوجدوا راسنا للعقبه. عرفتي العقبه تاع الشباب ها باش نفهموا. وين نكمل؟ الهوايات ديالي كنديرهم في الوقت اللي كان من قبل كنت كندير المسؤوليات ديالي. دابا عندي هوايات تصوير، انا كنصور وكنلقى راحتي في التصوير، لان ديفلوبات عندي واحد المساله وهذه بين قوسين هي لا ميموار فيزيوال اللي عندي قويه، وليت اثناء التصوير كنركز على نقاط معينه، كنبقى عاقل. بحال دابا شفت مثلا داك الدب غيبقى في الدماغ ديالي. بين المدينة كاين لو بور و يعني هاد لا مارينا وهاد المحلات التجارية، وغادي يجي للبال ديالي هاد الدب هادو. هانتوما بيدكم مادام قلت هاد دو فوا، يمكن مرة أخرى إلا شفتي شي فيديو ولا وفيها تصويرة تقول شفتها في شي جهة. أوكي، بالإضافة إلى الجلسات مع الأصدقاء مع العائلة كتاخذ راحتك، أخطر حاجة زعما تهنيت منها هي اللي غنسميها لكم أنا بعقدة، عجبني هاد البني هاد الشكل هذا، هي عقدة الجرس. يعني داك الجرس ملي كنت كنسمعو، لأن حنا كنا كنخدمو في أسرة التعليم مرتبطة بالساعة دونك 8 خصك تكون في لاكلاس، كدق 9 يعني كلاس اخرى غتدخل، ولا الا كانوا ساعتين عاود واحد فتره استراحه، عاود كتهيئ نفسك، عاود يعني واحد الضغط، واحد لابريسيون، صح الوراق خصك تكون كتفتش كتشدد المعارف ديالك والطرق التربويه وتحضر اللقاءات. هذوك الناس اللي كيقولوا رجل التعليم راه ما كيدير والو، ما صراحه بعض المرات كتبغي تجاوب كتبقى تقلب على لي زارغيومون. لا، الا قال تربيه اعطيه 4 ديال الدراري، 4 يدوز معاهم 4 ديال السوايع ويوميا. تصوروا ان الرجل التعليم 40 داخلين 40 خارجين و40 كل واحد من يماجي، كل واحد من وسط معين، بمعنى ملي كنقول كل واحد من
منين ماشي واحد من الاسره التربيه اللي تلقى من في بعض الاحيان كتشوفوني ربما كنقطع باش كنركز شويه لان دابا كنتسارع في مكان ما سبق لي جيت له دونك كنحاول نشد دي روبير باش نبقى عاقل ملي كتجي لواحد المدينه كيقول لك الا تلفتي شد الارض لا انا كنشد لي روبير يعني مثلا هذا الشكل هذا البني هذه الهندسه هذه نبقى عاقل عليها هذا المكان هذه الطرق اكسترا والظاهره شوفوا لي بون هادو هنا لي طاكسي ما عندو لا بتي لا كرون حنا عندنا ها الخضر ها الزرق ها الصفر ها الابيض ها الجهوي ها اي فوالا طولت عليكم مي كان لوبجيكتيف بيان سور هو نقل لكم هاد الصوره هادي من هاد الاماكن هادو نادا بس وللحديث بقيه يعني هذا الموضوع ديال التقاعد وهذا الشخص هذا الذي استفزني في الحقيقه ماشي عصبني ولا لا غير بنادم ما كيلقى ما عندوش شغل ارى نهضر على المتقاعدين الكلخ هذا سن هذه فتره عمريه غتوصل لها بغيتي ولا كرهتي الدوام لله غادي توصل وغدير التروازيام ماجي التروازيام ماج غتوصل له وغتلقى شي واحد فحالك غادي يبقى يمرضك طلع في الطوبيس والله ما ينوض لك من البلاصه وانت مهلوك والطاكسي تشيلو ما غيوقف لكش كما قال احد الاصدقاء من طنجه يقول لك يوقف العائله وما يوقف لكش انت قبل ما ندخلوا في هذه الحيتيات هذه شوية الاحترام نحترموا بعضياتنا نحترموا لو بتي نحترموا لو مويان لو كرون لاجي انسي دو سويت والمهم المسامحة إلى شفتوني مرة كندير بعض الشيء الحمد لله على نعمه الكثيرة على النعمة الأولى هي الصحة والنعمة الثانية هي الجيب وملي كنقول الصحة النفسية والعقلية والاجتماعية والاجتماعية كتجيب أنك عايش الحمد لله في واحد الوسط نقي الأبناء ديالك والأسرة ديالك والوالدين ديالك يعني مرتاح من هذه الناحية هذه يلا ماشي عزامي خليكم مع هاد إيطاليان بايس تشاو.